بخير صحة لاباس. خاصني نقول لكم ماشي السلام، نقول لكم الشالوم. دابا صافي تصالحنا مع اليهود. تليتات ولا الحمدان، نشربوا واحد القهوة، غادي للعروبية، نهار زوين، كاين البروينة، ما كاين واحد الشمسة واعرة. بقاو معايا ان شاء الله، شوفوا هذا النهار كي غادي يدوز. مرحبا بكم في هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم. اوكي يلا غالي. تليتات ولا الحمدان، اليوم الحد، الدنيا خاوية، هذه هي التليتة. بون شو ندخلو نشربو واحد القهوة هنا في قهوة أولاد حمدان. القهوة ديالي غنشربو في هاد قهوة أولاد حمدان بأولاد حمدان، بطبيعة الحال بلا سكر. نشوفو كي دايرة التعزيز غير قلت في هاد القهاوي ديال العروبية، في كلو شعبيين، ناس عاديين، وسطاء، سي فغيمون عالم خور، فهمتيني. القهوة هي هادي، كون بوفي فواغ غير يتالي لافا فوالا. ندوقو هاد القهيوة، نشوفوها كي دايرة. بسم الله. غادي باش يخفي هاد القاص هو مكعرفوش شي بحال لي مدينة. anyway زوينة. بون نشربو القهيوة ونكملو طريقنا إلى البلاد. هذا هو دير الببوش، من بعد ولاد حمدان كاين دير الببوش، هو هذا. عين تلمس سيدي سعيد بن معاشو، ثلاثات ولاد حمدان، هذا هو دير الببوش. كل واد دير الببوش، هذيك دير الببوش، هذه هي الطريق اللي كدي لحد ولاد الفرج وكدوز على ولاد العام. وهذه هي الجماعة ديال سيدي حسين بن عبد الرحمن، هي هذي. اليوم الحد ما كاين حتى شي واحد. وقفت هنا باش نوريكم هذا المنظر العجيب، شوف الخضره كي دايره. شوف كي صبات الشتا، الدنيا بنات خضراء، نقول لكم ازاي. الله هذا منظر كبير، شوف فوالا المنظر كي داير في وقيته الشتاء، شكل ثاني. شحال هادي جينا الربيع، شو كيكبر كبر بزاف، خاصو يتنقص ان شاء الله. شوف شي بردير، شوف كي ولا هدا، خاصو يتقطع كوم ولا هادي، شوف كي طوال. ايوا طوال بزاف هادشي. مع صبات الشتا مزيان هاد الايام هادي، ولكن المفاجأة اللي ماشي صار رخيمة هي انهم شي واحد دخل وسرق لينا الزيتون اللي كان عندنا في هاد الشجيرات. هادو مع الاسف الشديد سرقوا لينا الزيتون كله اللي كنت باغي ناخذ. مع الاسف الشديد سرقوا الزويتينات كلهم، ما خلاو حتى حبه وحده. والمشكله هو انهم ضربوا الزيتون بالعصا، دونك جرحوا هاد العريشات، دونك غتعطي شي حاجه العام الجاي، غتكون شي حاجه قليله. بغيت الله ياخذ فيهم الحق، هاد الشفاره هادو اللي جاو داو هاد الزيتون هذا، ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هاد التجارات كلهم شفروه. اي لا الله محمد الله.
على ما يبدو انهم هاد الشفار اللي جاو دخلوا سرقوا حتى البلاط ديال التبن. هانشوف التبن كيدير مرون كله، دونك شفروا تا التبن مع الاسف الشديد. خصني غدا نمشي ندير ديكلاراسيون عند الجدارمية ان شاء الله. شوف هاد القضية سي كغاف، لان ولينا صنعة الشفرة مشكلة هادي. نضال غادي موسخ مع راساتو، هذا كيمشي يدير لنا كوبي رايت، كيتصنت الايجلز. ايتو عرفتي الجو ما نقول لكمش كيدير. دابا انا غادي هابط الموتور ديال السقي، غادي نحاولو نخدموه شحال هادي ما خدم، ايوا نشوفو باقي الغرس وداك الشيء ان شاء الله. بقاو معايا لاكي. اش عبارية غلاضيت يا، يلا سير اسير سير اسير. الواد راه هو منظر خور عاوتاني في الشتا. نهبطو دابا لجهة البير باش نشوفو واش باقي خدام ولا لا الموطور. يلا ونيفا فالي. المنظر ديال الواد ما بقاش خضار وصافي، لأنه مع الشتا كيهبط هداك التراب وليبو والغيط. إلا ما راه زوين فوالا تبو سيمان الشجرة ديال الباكور طيحو الوريقة بقات بحال دابا معاها داز الخريف داز الشتوى سي نورمال. الكوزو ديال الباكور ان شاء الله في الصيف نعطيها تاني الحمد لله. نعطو نشوفو فين كاين الموتور. الهبطة واعرة ايوا لا هادي البوطة باش كيخدم من الموطور طبيعي الحال. المشكلة هي انه القفل مباش يتحل، لانه شحال هادي متحل شي، دونك مع البرودة والشتا الدار خصنا نزيتو شوية نشوفو لاباغي يتحل ان شاء الله. وعلى الواد احنا قرب منه النيفر كيبيح هنا راه كيعطيني شي جميع الحيوانات الغويبة كتلقيها تما تمالي فيك. شوف بون، حاولو نحلو هاد القفل ان شاء الله. الحمد لله اللهم لك الحمد. يو هيتو هاي ماشي قلت لك تاكل العمر حاضرني. لا لا وين على الشيطان اللهم لك. حيت هذاك البوراج زعزعته فهمتي. صافي مابقاش لاكي مشات كتعوم. شو مصفط الوالدين راه هي كتعوم لاكي. وا تبردتي لي مع راساتك هيتو لاكي. اش زيد لاكي وي لاكي بصحة العومة. الموتور ديالنا هو هذا البوطة، نحاولو نركبو البوطة باش يخدم ان شاء الله. هي فوالي شرشي الباج. قلت لك راه خاص البواجه لا كلها لا باش قلت لك لا مع البواجه راه البوجيات غادي يخدم ان شاء الله. بون انا جيت عند ولاد عمي باش نتغدى ان شاء الله الرحمن الرحيم.
هما كيتواجدوا في الجهه الاخرى ديال الدار ديالنا. الدار ديالنا راه الا جيتي تشوفوا عرفتي فين جات، فهي جات هي ما عرفتش تبان المهم دابا المنظر الاخر من الجهه الاخرى تما واحد الجو ما نقول لكمش، واحد الهدوء واحد الراحه لا اله الا الله محمد رسول الله. بون كيما قلت لكم دابا انا غادي نتغدى عند ولاد عمي اللي ساكنين الحطه ديالو في الجهه الاخرى من الدار. ناكلو ان شاء الله شي كسكسو يكون بلدي، دجاج بلدي، كل شيء بلدي، شي اتاي يكون واعر. فوالا يلا نوض الكليب، نوض علي 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 نوض قاعد. الله 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 مسكين ما تعرفش ولا ما تعرفش. لا اله الا الله. السلام عليكم، كي داير اسيدي؟ الله يبارك فيك. فوالا كاس كيتسناني مسكين. سي عباس مسكين. أهلا سي عباس، اش اخبارك؟ كي داير؟ الصحة لاباس؟ كي بقيتي؟ لاباس. وانت كي داير؟ العائلة الوليدات كلشي بخير؟ كي بقيتي انت؟ وانت ملي داير العكاز راك ماشي هو هذا، واك وراك بريتي المهم ما كتسمعش، ما كتسمعش. لا 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 ما خل... لا ما يمكنش، لا ما يمكنش، ما يمكنش. بسم الله بسم الله. ايوا اهلا اهلا با سعيد. المهم هذه الدار ديال ولاد عمي، هذا السي سعيد. سي سعيد السلام عليكم، كي داير اش اخبار؟ كلشي لاباس. وهذا السي عباس، كي داير السي عباس؟ كلشي بخير. وانما لا منين داير العكاز راه شي حاجه ما درنا لا لا. قلت لك اش غدير انت ما كتسمعش، ما كاين باس، يدير الله خير. بسم الله. هذاك الحام مزيان ياك؟ مزيان. تناخذوا منه شي شويه. الحام بلدي هذا ياك؟ بلدي. ما مداوي ما والو. لا ما طلعش ياكل. لا اله الا الله. بسم الله. اتاي دكالي مسوس. هذاك السكر هذا ما عمركم تقربوا ليه، هذا راه السم هذا شتيه. هذا اتاي زوين، كلشي كويس خويا السي. نشوفو كتكم دير الرز المحمص. الرز المحمص دكالية. وهذا نعم السي الخبيز اللي دايرين لينا، وهذا زيت العود. هذا زيت العود قول لي ديالكم ياك؟ طبيعي بلدي. غادي قلتي ذوق لي شويه. لا ضروري. الله يرحم لك الوالدين. ايوا نذوق ونقولوا بسم الله. يا بسم الله توكلنا على السميع العليم. يلا سي عباس قول بسم الله. نذوقوا بسم الله. كاينين على باقي ما طابش؟ لا تصفر عليك تطيب. راه وحده الفوق راه هي شي كيدير راه. بعيدة عليك. حامض بلي طبيعي ما بداوي ما والو الحمد لله. الله يخلف عليك شكرا. فران هذا هو الفران اللي كيطيبوا الخبز. الخبز بخير البلدية طبيعي بالقمح طبيعي زوين فوالا. وهذا الخبز اللي كيطيب في هذاك الفران، داك الشيء عرفتها. وري وري بابا بابا الحلوة ديال البلاد زوينة تبارك الله. كيداير شنو اللون ديالها؟ كيداير هذا مخير تبارك الله اللون القوي. هذه يلاه كي قطفتوها ياك؟ يلاه درنا هذا العام ان شاء الله. هذا العام زوينة. شكرا جديدة. شكرا شكرا بارك الله فيك تهلاو فينا. كنشكر لكم نعم سي.
لولاد عمي دابا رجعت للدار باش نشوف واش هذاك الموطور تصاوب ولا لا. ان شاء الله بقى معايا تنشوفوا واش خدم ولا لا. يلا مع الاسف الشديد الموتور ديال رد على احنا. المهم هو ان خدم نتمنوا المره الجايه ان شاء الله يكون احسن المره الجايه. فوالا بون استغليت الفرصه اللي عندي باقي هنايا وخديت هذا المقص وخديت كان خطا هذا الرباعي اللي طوال بزاف. دابا فوالا نحيدو على واحد شويه حتى المره الجايه ان شاء الله ونقادو كل شيء ان شاء الله. فوالا قطعت الجهه الثانيه فوالا المره الجايه نجي نكمل الشيء الاخر. جبنا هذه الجبيره هنا فوالا ونجي نكملوا هذا المره الجايه ان شاء الله. شيش ايوا فوالا اليوم كان معكم إن شاء الله فيديو آخر. باي باي.